فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم المبيت ليالي منى في العزيزية أو في الشرائع وهناك متسع في مزدلفة؟ الذي يريد إكمال حجه ويريد الأجر والثواب إذا لم يحصل له مبيت في منى يبيت في طرف الحجاج خارج منى، مثل إذا ضاق المسجد وصلوا خارج المسجد تصلي معهم، هذا مثله، فتكون في طرف الحجاج ولا تروح الشقة بالعزيزية ولا بالعوالي، ولا أن جاي ينتحج ما جيت تترفه، فخلك مع الناس مع الحجاج. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.